فقال دول ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العيل. طبعا كان سبب الاختلاف عندهم أن القرآن بمفاهيم زيف بعض المفاهيم الموجودة عندهم، لأن دول مثلا من المفاهيم اللي عندهم أن رجل الكنيسة أو رجل البيعة هذا العباد عباد الله بيده، يبيع ويشتري بيهم، هو يبيع جنة ويبيع نار ويبيع إلى آخره. إجا يسمع القرآن يقول للنبي إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نبه، هذا أنت ما تقيد حريته، عليك أن ترشده بس. صار آدمي أهلا وسهلا، ما صار أنت ما مسؤول عنه، أنت ما تسأل عنه، هو يسأل عن ذنبه. أنت كل اللي عليك أن تأدي الرسالة، أنت رسول من الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. زين، فأنت هذا هدفك. هاي طبعا معناه تعال فك السيطرة اللي بأيدي هؤلاء على الناس، يعني تعال قلص نفوذهم. هذول ما يرضون تعال قلص نفوذهم أبدا، هذول أبدا ما يردون قلص نفوذهم. مثلا تعال أوقف بوجه شهواتهم، أوقف بوجه الشهوة إلى المال، وأحل الله البيع وحرم الربا، وتصرفات اليهود كلها قائمة على الربا. والغريب أن اليهود يحرمون الربا بين اليهودي واليهودي، لكن بين اليهودي وغير اليهودي لا، حلال. يعني أنت إذا تريد تتعامل مع غير يهودي ما ينافي أن تتعامل ويا بالربا وتأخذ الربح إليك. والغريب أنت الإنسان يستغرب موقف الفاتيكان الآن، اللي بدأ الفاتيكان الآن بدأ يحاول أن يجردهم من كل ذنوبهم وأن يطهرهم. موقف عجيب غريب، يعني عجيب كأنه وهذا تشوفها هاي إسرائيل الآن اللي جناياتها قائمة على قدم وساق، وأبدا العالم يغمض أجفانه على ذلك. وأكو ناس لمجرد أن اسمه مسلم ما عدوان من الإسلام، لمجرد أن اسمه مسلم ينذبح ذبح الكبش لمجرد أن مسلم. طبيعة الحال أصبع اليهودية من وراء ذلك كله جاي يلعب دورة. فأعود للآية إن